الشيء الآخر وهو الحقيقة المرة برمضان، حينما يضعف الإيمان، يضعف الانضباط، يضعف الفهم عن الله عز وجل، حينما يكون الإنسان في أبر رمضان بعيد عن الله. رمضان صار شهر الولائم والسهرات والمسلسلات، يعني ابتعدنا عن حقيقة هذا الشهر ابتعادا كليا. يعني أكثر الأسر في رمضان تلتقي، نعم، على مائدة الإفطار. صار في موسم ولائم، كل يوم ببيت، والسهرة للسحور، والسهرة في أي شيء ما بيرضي الله، لا بما يرى على الشاشة أو لا بما يتكلم بلسانه. فإذا كان شهر رمضان شهر الولائم والمسلسلات، ما عاد هذا الشهر الذي أراده الله عز وجل. الناس من خلال الولائم دكتور يعني يحبون أن يحيوا صلة الرحم وإفطار الصائم. هذا موضوع تاني سيدي. أنا أرى، نعم، أن صلة الرحم أحد أكبر القربات إلى الله. يعني الإنسان بحياته اليومية في عدد من أقاربه المحدود جدا يراه كل يوم تقريبا أو كل أسبوع، عدد قليل من أقربائه في تعامل يومي معهم. ساكن ببيت أهله مثلا، يرى أمه وأباه كل يوم، إخوته يأتون إلى بيت أمهم وأبيهم، يرى أخوته. لكن في عدد كبير جدا من أقرباء الإنسان قد لا يتاح له أن يصلهم أو أن يتفقد شؤونهم. من هنا جاءت عبادة صلة الرحم. أنت برمضان ينبغي أن تتفقد أقربائك، نعم، الذين لا تلتقي بهم إلا قليلا. ماذا يفهم من صلة الرحم؟ المفهوم المعاصر بسيط جدا وساذج، أنه طرق بابه زائرا بالعيد، وإذا ما وجدته تعطيه بطاقة. حتى أن معظم الناس يتمنون ألا يجده حتى يحقق باليوم أكبر برنامج للزيارات، نعم، بيتمنى يكون نص من دون ما يكون موجودين. لكن هل هذا هو المطلوب؟ لا، نعم، المطلوب أن تتصل به وأن تتفقد شؤونه. فإن كان بحاجة إلى مال أن تمده، إن كان بحاجة إلى توجيه أن توجهه، كان بحاجة إلى أن يسألك عن موضوع ابنه وأي كلية تفضل أن تعطيه الجواب. يعني هناك تعاون، هناك اتصال، هناك إن كان جائعا تطعمه، في عنده مشكلة بتحل له إياها. نعم، هذا معنى صلة الرحم. يعني الله عز وجل جعل التكافل الاجتماعي على أساس نسبي، وفي عدة أسس. في أسس الجوار، الجار لك له حق، نعم، حق كبير. الجار له حق، والقريب له حق، والمؤمن له حق. لذلك الأقربون أولى بالمعروف. بعضهم قال الأقربون نسبا، والأقربون إيمانا، والأقربون فقرا. الله، أولى بالمعروف. فلما الإنسان بيصوم الصيام الذي أراده الله، لازم يكون في قفزة نوعية بحياته، نوعية بعلاقاته، بسهراته، بنشاطه. فالمؤمن إنسان آخر. يعني بيقول كلمة دقيقة، أنت بتقول ذهب 24، بتقول ذهب 21 أقل، نسبة الذهب للنحاس أقل، تقول ذهب 18 كمان أقل، ذهب 16، ذهب 11. هذه الأصناف الأربعة كلها ذهب، إلا أن نسبة الذهب إلى النحاس متفاوتة. تمام؟ تمام دكتور. أقول الفرق بالدرجة، هنا فرق بالدرجة. أما حينما آتي بمعدن خسيس كالتنك وأقول ذهب، نقول الفرق بين الذهب والتنك ليس بالدرجة، بالطبيعة. نعم. وأنا أقول بكل ما أملك من ثقة أن الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن فرق بالطبيعة. المؤمن إنسان آخر، مبادئه، قيمه، انضباطه، تفكيره، طموحاته، نشاطاته، وقت فراغه، علاقته بأقاربه، علاقته بجيرانه، بمن فوقه، بمن تحته، بالأقوياء. هذا المؤمن نموذج. لهذا أنا أقول الإيمان مرتبة أخلاقية، ومرتبة علمية، ومرتبة جمالية. الله يفتح عليكم يا دكتور. بآن واحد، نعم،
نستأذن فضلتكم دكتور أن نقف مع فاصل قصير ومن ثم نعود معكم مستمعين الكرام على الهواء لاستكمال هذه الحلقة من برنامجكم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، ونعود لاستقبال مشاركاتكم الهاتفية معنا. فاصل ونواصل، فابقوا بالقرب. مرحبا بكم شيخنا الكريم. بارك الله بكم ونفع بكم. ونرحب أيضا باتصالات ومشاركات مستمعينا معنا على الهواء، فأهلا ومرحبا بكم. كنوز رمضان هو عنوان نقاشنا مع فضيلة الإعلام الدكتور محمد راتب النابلسي، ونبدأ باتصالنا الهاتفي الأول. أخي يزن تفضل. عليكم سلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم السلام ويحفظ فضيلة الشيخ إن شاء الله. الله يكرمك. بارك الله. الله يرضيكم شيخ. نزلك القضاء والقدر شو علاقته بالصلة الرحم؟ يعني هل القضاء والقدر متغير من ناحية العمر في توصل الرحم؟ القضاء والقدر يلخص بما يلي: حكم ومعالجة. كطبيب مر بالمستشفى وجد مريض ضغطه منخفض جدا، فهو حكم على أنه ضغطه منخفض فأمر برفع الملح، فرأيه أو إدراك حالته قضاء والمعالجة قدر. طب مريض تاني ضغطه منخفض جدا فأمر بطعام فيه ملح زائد، فإدراك الحقيقة قضاء والمعالجة قدر. بيجي إنسان بيستقيم عند الله مستقيم، إذا بيقدر له الإكرام والتيسير والأسرة الصالحة والأولاد الأبرار. إنسان بمعصية بيقدر له عقاب يرده إلى الدين. نعم. فالقضاء حكم والقدر تقدير. هل له علاقة بصلة الرحم كما سأل أخوه؟ طبعا دكتور؟ طبعا. كيف علاقة يعني؟ أنا ما فهمت سؤاله، أنه كان علاقة بين القضاء والقدر والرحم وصلة الأرحام؟ مو واضح السؤال. نعم سؤال مش واضح، لعله لو وضحوا أكثر أخونا أنه نعم. فقدنا. أخي أبو عمر باتصال جديد، تفضل. تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير سيدي. وأنت بخير. الله يبارك فيك، ربنا يتقبل إن شاء الله. الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، يعني ليس ربطها مع سورة البقرة. نعم 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 نعم. أصيغ السؤال مضبوط إن شاء الله وصل. يعني يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله أمر بصلة الرحم فقطع الرحم، يعني أقرباء الفقراء تركون، عنده قريب أو قريبين أغنياء فالتصق بهم، وقال بعض العلماء تلبية دعوة الأغنياء من الدنيا وتلبية دعوة الفقراء من الآخرة. إذا عنده أقرباء أغنياء يصلهم دائما بأي مناسبة بيكون محون، وأقرباء الفقراء ينساهم. هذا صار في موضوع تاني، موضوع أنه اختار من صلة الرحم ما له علاقة بدنياه، فهذا نعم. فهذه الصلة لا تعد عبادة، تعد مصلحة. الله يفتح عليك يا دكتور. نذكر مستمعينا مرة أخرى احنا معكم على الهواء عبر حياة FM، ومعنا فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي لاستقبال استفساراتكم وتساؤلاتكم وحديثنا عن كنوز رمضان على هواتف حياة 06-516-4020 06-516-5020 وأيضا 06-516-2060. يبدو أنه يزن عاد إلينا دكتور من جديد. تفضل أخي يزن إذا وضحت سؤالك والمقصود فيه. السلام عليكم. فصل خط سامحني يا شيخ. أبدا يا أخي الكريم تفضل. سؤالي يا شيخنا أنه في قبل فترة أعطانا محاضرة الشيخ أن القضاء والقدر متغير العمر، فمثلا أنا القضاء والقدر بالحكم بصلة الرحم إيه؟ لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء. العمر عمر الإنسان يزيد بالبركة صلة الرحم ولا عمر ثابت؟ في جواب دقيق جدا. أشكرك، السؤال واضح الآن. شكرا نعم. جزيلا لك يزن. العمر ثابت إلا أن مضمون العمر متغير. يعني واحد فتح دكانته 5 ساعات باع ب100,000، واحد فتحها ساعة باع ب1,000,000، فما عدوا قيمة الزمن، القيمة للغلة. نعم. فالإنسان لو كان عاش عمر بسيط، يعني في الشافعي عاش أقل من 50 سنة، يترك مؤلفات لا يعلمها إلا الله. فإذا الله عز وجل أعطى إنسان الزمن لا يقدم ولا يؤخر، بل إن أتفه أعمار الإنسان العمر الزمني، في عمر عقلي، في عمر عاطفي، في عمر أعمال صالحة.
فحينما يغتني عمره بالعمل الصالح كأنه عاش 100 سنة. نعم، يعني هو يبدو كلام أخونا دكتور في حديث النبي أنه من أحب أن ينسأ له في عمره نعم. فليصل رحمه. فإذا صلة الرحم لا تطيل العمر أبدا، تطيل البركة في تطيل الأعمال الصالحة. تمام، لأنه قيمة الدكان بالغلة. نعم. بالمبيع. نعم واضح، مو بالدوام. إذن العمر هو ثابت كعدد سنوات، ثابت، أما يطول حكما بالعمل الصالح. جميل جميل، والبركة. نعم. وما فيه. ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير، سيدنا شعيب. نعم. فلما سقى لهما ثم تولى إلى الظل. نعم. فقال ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير، وقالوا الغنى والفقر بعد العرض على الله. ما المقصود بذلك دكتور؟ لا يعد الغني غنيا في الدنيا. نعم. نعم. إلا إذا جاءت يوم القيامة وسلم من عذاب النار. نعم. الله يفتح لك. أخي ماجد باتصال جديد، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. الله يعطيك العافية وكل عام وانتم بخير كل شيخنا الفاضل. أهلا وسهلا ومرحبا. سيدي، في عندي أنا إنسيبي اللي هو جوز بنتي. نعم. مانع بنتي تزور أمها. نعم. فشو جزاؤه هذا؟ شو حسابه؟ كيف؟ مش عارف يعني كيف نتصرف معه. والله الصهر غالي يا أخي أولا، وإذا كان مانعها نحن من لاطفه لدرجة يستحي بحاله. دائما وابدا الموقف الكامل بحجم الشخص. فانت زوره، منزوره نحن وبنكرمه، بجيب معنا هديه. هو لما بشوف هديه وانتم جايين لعندها والله بيظهر امامكم، بعدين بيسمح له، ما في مشكله. يعني الموضوع لا يعالج بالعنف. طيب لو كان انا ضد العنف. نعم، لو كان دكتور هذا الرجل اللي هو نسيبه لاخونا ماجد مثلا حلف يمين أو نذر إنها ما تزور. إلا أنا ألغيت اليمين وبس. يكفر هذا فتوى ابن تيمية. نعم. أنا ألغيت اليمين وبس. نعم. حلف يمين وغلط، شاف شلون؟ أي شو بيساوي؟ بل ألغيت اليمين، روحي لعنده. يكفر عن اليمين؟ يكفر عنه كيمين بإطعام 10 مساكين فقط. نعم. نعم. قال ابن تيمية: من حلف يمين طلاق وفي نيته أن يحملها على فعل ما أو أن يمنعها من فعل ما. نعم. وهو يكره فراقها كفراق دينه، هذا الطلاق لا يقع عند ابن تيمية، هو طلاق قسمي يكفر عنه بإطعام 10 مساكين. وهذا ما تأخذ به المحاكم الإسلامية في أنجاء العالم الإسلامي. الله يفتح لك يا دكتور. أخي كمال باتصال جديد، تفضل. الله يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيك. السؤال للدكتور محمد الله يكرمك، يعني بعض الناس اللي تقول له صوم رمضان مثلا أو صلي، يقول لك أنا ما تركت الصيام ولا تركت الصلاة إلا بقدر الله، يعني يحتج بالقدر، وقد يفهم القدر فهم الخاطئ. يا ريت الدكتور محمد يعني يدندن في هذا الموضوع. هذا الإنسان ضربه ضرب مبرح، له بقدر الله، هذا ليش ليش بيغضب؟ ما دام قال لك بقدر الله ما عم صلي وصوم. نعم. هم يحتجون ان الهدايه بيد الله، فالله كتب لي الهدايه ولم يكتب لغيره. ابدا ابدا، هذا جبر. نعم. حقول لك كلمه دقيقه. جاء بشارب خمر لسيدنا عمر فقال اقيموا عليه الحد، قال والله يا امير المؤمنين ان الله قدر علي ذلك. فقال اقيموا عليه الحد مرتين، مره لانه شرب الخمر ومره لانه افترى على الله. لويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاضطرار إلى من الاختيار إلى الاضطرار. لا تصدق ولا واحد بالمليار إنه الله عز وجل كتب على الإنسان الشقاء بلا سبب بلا مقدمات. إن نحن نحيي الموتى ونكتب فعل مضارع، الآن ما قدموا وآثارهم، قدموا فعل ماضي، نكتب الآن ما قدموا. فالإنسان لما بيتخذ قرار بمعصية ويعصي تسجل عليه فقط. الله يفتح. أما أنه مكتوب عليه الشقاء سابقا، هذا لغيت الدين كله. إذن هي أعمالنا تحصى علينا. هذه العقيدة. نعم. الجبر تلغي الدين، تلغي الجنة، تلغي النار، والعدل. تلغي العدل، تلغي. نعم. المساواة، تلغي كل شيء. أنت تلغي الدين كله بهالفكرة هي. الله قدر علي ذلك. قال له والله إن الله قدر على ذلك لسيدنا عمر، فقال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه افترى، مرة لأنه شرب الخمر. الله يفتح عليك يا دكتور. ومرة لأنه افترى على الله. الله يفتح عليك يا دكتور. أخي وائل باتصال جديد، تفضل. أخ وائل معنا، تفضل.
طيب يبدو أننا فقدنا وائل، ندعو ليتواصل معنا من جديد. دكتور، يعني أوشكنا على النصف الأول من شهر رمضان المبارك، فأتممنا ثلثه منذ أيام. هذه الأيام معدودات كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، وفعلا أيامها ولياليها المباركة تنقضي سريعا، كيف نستغلها خير استغلال؟ والله أنا أرى، يعني بتمنى على الإخوة المستمعين إذا بتقدر لك المشكلات العويصة أن تؤجلها لبعد رمضان، أصفى لنفسك، خليها الشهر شهر عبادة. نعم. قم بالحد الأدنى من عملك، مو الحد الأقصى. يعني أيام في مشكلة معويصة جدا تحتاج إلى لقاءات كثيرة ومشاحنات، هذه جمدها إلى بعد رمضان. هذا الشهر شهر أقبال على الله، شهر الصلة بالله، شهر القرآن، شهر الحب، شهر العودة إلى الله عز وجل. فالحياة ممتلئة بالمشكلات، فالإنسان بيفرغ نفسه برمضان ليكون مع الله في هذا الشهر الفضيل. الله يفتح لك يا دكتور. من جديد إلى اتصالات مستمعينا، أخي محمد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الدكتور؟ الله يبارك. تفضل أخي دكتور. الله يبارك فيك ويخلينا إياك يا رب. أنا بدي أسأل، أنه نحن بهالحال وهالأزمة اللي نحن فيها بسوريا صرنا حوالي 5 سنين، وهالدعاء كل دعاء يوم برمضان وهالناس ما في، يعني إيش الحكمة؟ ما في واحد يعني دعاء مستجاب ينقذنا من هالشيء نحن فيه؟ يعني إذا كان واحد مليارات الناس الدعاء في التراويح و... نعم نعم. وفي رمضان نعم. وما زالت المحنة، ولا كأني يوجد في إنسان دعاء مستجاب. ألا يوجد إنسان دعاء مستجاب؟ نعم. أولا أنت أمام مريض مفتوح بطنه لعمل جراحي بده شي 10 ساعات. أيام في أعمال جراحية بالقلب، بقلب مفتوح، يعني قصة طويلة. إذا عدت مع طبيب جراح أقل عملية 16 ساعة. 16 ساعة لو أنه أجا الابن وقال للطبيب ما بدنا نكمل حاجة، ما بيرد عليه. النتيجة إيجابية والشفاء حاصل، بس العملية بدها وقت. فلما بيكون في بطول الأمد، شوف لو أنه الحل المشكلة حلت بشهر واحد، الممتحنون في البلد 5%، أما وقد وصلت إلى 4 سنوات الممتحنون 95%. فكلما امتد زمن الأزمة اتسعت رقعة الممتحنين، كلما امتد زمن الأزمة اتسعت رقعة الممتحنين. أنا بعتقد بهالأزمات الصارخة والقاسية جدا معظم الشعب امتحن. الغني امتحن بغناه، والفقير بفقره، والعالم بعلمه، والطبيب بطبه، وكل إنسان امتحن ودفع ثمن نجاحه أو رسوبه. الله يفتح عليك يا دكتور. فامتداد الأزمة، لا تكره الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين. في إنسان بيظهر نفاقه بعد 2 سنين، فربنا عز وجل هو الحكيم هو العليم، لازم تحترم قرار الله عز وجل. هذا إله، وكل شيء وقع بأمره، كل شيء وقع أراده الله سمح به، وكل شيء أراده الله وقع. والإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. نعم. أما أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، هي الحقيقة المرة. لا تحابي نفسك، لا تحابي أمتك، في تقصير. لكن أنا حقول كلمة كتير دقيقة. طبيب عنده 3 مرضى، واحد أو أب عنده 3 أولاد، واحد ذكي جدا ومتفوق تركه حقق الهدف، والثاني منغولي كمان تركه ما في أمل، والثالث ذكي جدا ومقصر فصب تربيته على الثالث. فإذا واحد ميؤوس من صلاحه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وإذا كان صالح جدا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، نصر الله. أما في حالة ثالثة، لا هو كافر ولا هو مطبق، في عليه معالجة. فإذا أحب الله عبده ابتلاه،
فإن صبر اجتباه وإن شكر اقتناه، وإذا أحب الله عبده عجل له في العقوبة. ففي أنفاس طاهرة وفي أدعية، بس الله له خطة أنا بحترمها لو لم أفقه حكم، لو لم أفقه تفاصيلها. بس إله، هل يعقل أن يقع في ملك الله ما لا يريد؟ مستحيل. كل شيء وقع أراده الله، سمح به فقط. شو معنى سمح به؟ طبيب زوج ما أنجب لعشر سنوات، بعدين أنجب ولد آية في الجمال، تعلق الأب به تعلقا مذهلا، ثم اكتشف الأب الطبيب أنه معه التهاب سايدة، فهذا الأب المحب الفاني في محبة ابنه يسمح بتخديره تخديرا كاملا، ويسمح بفتح بطن ابنه، ويسمح باستئصال الزائدة، يسمح بالخياطة، ثم يذهب مفعول المخدر وفي آلام شديدة بعد منه، لأنه أب رحيم وعليم. فكل شيء وقع أراده الله، كل شيء أراده الله وقع. إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. مو سهل. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا، الصحابة زلزلوا، والآن هي الثورة أو هالأحداث الأليمة في بعض البلاد الإسلامية فرزت الناس، ناس كفروا بالله، وناس ازدادوا ثبات، وناس أعطوا كل ما عندهم. لا تكرهوا الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين، وهي الفتنة تفرز الناس.